السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا قسم اللغة الإنجليزية المرحلة الأولى. إذا انتبهنا على الأساتذة أو الدكاترة شو يطلبون من عندكم في الفصول اللي متعلقة بالأزمنة، راح يطلبون من عندكم أشياء أساسية. أول شيء يريد من عندك اسم الزمن، بعدين يريد من عندك الحالة المثبت مالته، وبعدين النفي مالته شو راح يجي بالنفي، وايضا يريد من عندك حاله الاستفهام الكويشن انتروجاتيف، بعدين الوظيفه مال هذا الزمن، ويريد مثال على ذلك. وش حكي؟ طيب احنا نجي عليهن وحده وحده، خلينا نشوف وبعدين نشوف بعض الدكاتره شلون جاي بيها. على سبيل المثال البريزنت سمبل المضارع البسيط، بريزنت سمبل المضارع البسيط. المضارع البسيط قاعد يقسم لنا اياه انه في حالة الجمع الاي واليو والوي والذي يكون الفعل مجرد، اما في حالة المفرد يكون يحتوي على اس الفعل. اذا اردنا ننفيها نسويها بالنفي، الايت راح تصير don't eat، don't eat، والدوزن والفعل البي اس يصير doesn't زائد فعل مجرد، يعني نحذف الاس من عنده. وفي حالة السؤال كذلك راح نخلي دو قبل الفاعل والفعل يكون مجرد، وداز قبل الفاعل والفعل أيضا يكون مجرد. الوظيفة مالت البريزنت سمبل يتكلم عن الحقائق العامة، مثلا نقول لك حقيقة عامة، شنو يعني حقيقة عامة؟ مثلا الماء يغلي درجة حرارة 100، أو نقول the earth، شبيها الـ earth moves، تتحرك around the sun، الأرض تتحرك حول الشمس. بعد هاي ما نقدر نسويها مثلا شلون نقول بأي زمن آخر، ليش ما تصير؟ لأن احنا قاعد نتكلم عن حقيقة عامة. أو يتكلم عن الروتين، مثلا روتين شنو؟ I play tennis، نقول I play tennis بمعنى انه انا من روتيني انه العب التنس باستمرار، او عاده اللي هي نفس الروتين تقريبا. طيب هذا منو؟ هذا المضارع البسيط. شويه تحملونه حتى بعدين نفهمكم الغايه مالتها. نروح الى المضارع المستمر. المضارع المستمر شباب الاعزاء يكون عندك الام واي ان جي، وفي حاله المفرد نخلي از زائدا اي ان جي، وفي حالة جمع اليو وي ذي راح تصير ار واي ان جي. بحالة النفي الان تصير ام نوت، والاز تصير از نوت، نسيت ما كاتب الاز علي. اوكي، وفي حالة الجمع الار تصير ار نوت مع الاي ان جي، اكيد يعني الاي ان جي بكل الاحوال. زين، وبعد في حالة السؤال الآي يصير الآن يصير قبل الفاعل، والآر يصير قبل الفاعل، وأيضا الإز يصير قبل الفاعل يصير إز هي أو إز شي. الوظيفة مالتها أنه يحدث الآن at the time of speaking، happening now. شنو يعني now؟ at the time، at the time of of speaking، في وقت الكلام speaking. حضون الفكشن مالتها. هنا عندنا الباست سمبل يقول الفعل لازم يكون ماضي، وهذا الماضي سولفنا عليه بمحاضرات سابقة، اما يكون شاذ مثل ايت، او نحط له ايدي مثلا وقت. وفي حالة النفي راح نخلي didn't، دير بالك بالماضي البسيط نخلي didn't. زين، وبحالة السؤال الحالة السؤال راح نخلي did قبل الفعل، ومن نخلي did ترى الفعل يكون مجرد، كذلك didn't يكون فعل مجرد. زين، شنو الوظيفة مالته؟ وظيفة مالته هو action completed، action عمل اكتمل in the past في الماضي. الماضي المستمر بالمفرد نخلي was و ing، وبالجمع نخلي were و ing، وبالنفي الwas يصير wasn't، وبالجمع weren't.
مع إضافة الـ ING أكيد هاي. طيب وبالسؤال الـ was والـ were تكون في بداية الجملة. خوش حكي. زين الوظيفة مالته، الوظيفة مالته a progress استمرارية continuous specific time في وقت محدد in the past في الماضي. والباس بيرفكت بالمفرد نخلي هاف وتصريف ثالث، وبالمفرد نخلي هاز وتصريف ثالث. حالة النفي الهاف تصير هافنت وتصريف ثالث، والجمع والمفرد هازنت وتصريف ثالث. وفي حالة السؤال الهاف تصير قبل الفاعل والفعل تصريف ثالث، وبالمفرد الهاز تصير قبل الفاعل والفعل تصريف ثالث. الفاكشن مالته، الفاكشن مالته هو ايضا completed action. دقيقة دقيقة، احنا مو قبل شوية قلنا completed action اللي هي بالماضي البسيط؟ لا، completed action with connection الذي له ارتباط in the present. هذا اكتمل في الماضي، لا هذا له ارتباط in the present. حلو، فتحفظون الفاكشن مالته. وين نروح اذا past perfect؟ ال past perfect يتكون من الهاد وتصريف ثالث، وبنا في هادنت وتصريف ثالث. في السؤال نخلي الهاد قبل الفاعل وبعدين الفعل تصريف ثالث. الوظيفة مالته أيضا completed action in the past، ولكن حدث before another past. ركز ياي، يعني شلون حدث another past؟ بمعنى انه احنا عندنا اثنين ازمنة، عندنا اثنين ازمنة، واحد بالباست والماضي، هذا باست ماضي، الماضي الذي جاء قبل هذا الماضي، الحدث اللي صار قبل هذا الماضي يصيحوا له باست بيرفكت، يعني هو ماضي حدث قبل ماضي اخر. وأخيرا وليس آخرا الماضي التام المستمر، نخلي له هاد بن و اي ان جي. خوش حكي. في حالة النفي الهاد يصير هادنت نفس القبل ماكو اشكال، وفي السؤال الهاد يصير قبل الفاعل. الوظيفة مالته duration هي فترة حدثت قبل زمن آخر، لكن أغلب الأساتذة ما يجيبون هذا فلا تركز عليه. الغاية وين؟ الغاية سألتوني عن الغاية، انت راح تحفظ ذنك الهم، اذا حفظت راح تسيطر على الفصول ال 15 الاولى بالمناسبة، يعني مو بس يعني سطر واحد واطلع قبل. خلينا نمسح ذني حتى نفهمكم شلون. مثلا احدى الطالبات دزت لي هذني، خلينا نشوف هنا اكسبليفاي يقول اعمل مثال to the following function الى وظيفة معينة. will formed function المهم جملة تامة. هي action is happening at the time of speaking، عمل يحدث في وقت الكلام. نروح هنا شنو انت راح تحفظ اكيد، فمن هو الحدث الذي يحدث في وقت الكلام هذا؟ فانت راح تعطي مثال عليها they are playing basketball in the park. خوش حكي. مثال اخر يقول شو ذا فاكشن، انطيني الوظيفة، لا 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 اوكي انطيني الوظيفة، لا مو هذه، انطيني وظيفة ذا فالوينج، فالوينج شنو؟ فالوينج سنتنس water boils at 100 degree. شنو الوظيفة مالتها؟ الوظيفة مالتها انه هاي الجملة بالبريزنت سمبل لانها تتكلم عن الفاكتس حقيقة علمية. شلون عرفتها؟ لان هي الجمله بالمضارع البسيط فاعل زائد فعل بي اس، هاي القاعده مالتها. مثلا هنا اعطيني وظيفه، هاي هسه سولفنا عليها. شو ذا فاكشن، هاي هم سولفنا عليها، شنو هاي نفسها مكررتها البنيه. يقول differences concerning the function of the following verbs، بس هي ما مبينة عندي أنا، ما أدري أكو حذف بيها. المهم
الجملة الأولى تتكلم عن الماضي، ليش؟ لأن بيها هاي شوفوها بيها هذا ال last what happened. نجي هنا شو يريد من عندنا؟ يريد أن do as required، يريد حالة النفي. الجملة بيها have been اللي هو المضارع التام، فاحنا راح نروح إلى المضارع التام present perfect. present perfect في حالة النفي، هذا past perfect، present perfect في حالة النفي ال have تصير haven't. وين صرتي؟ اي هاي. فهنا بس ال have راح تصير haven't. هنا أنا يقول correct the sentence now الآن وبه الشيء. فتعال خلينا نشوف. ها احنا ايش قلنا قبل شويه شباب؟ قلنا الناو. اي الناو عندنا شيء، شوف مساحتها اني تصير از واي ان جي، تصير از كوكينج. يعني هاي الجمله شي از كوكينج اللي عندنا ناو الفانكشن مالته ات ذا تايم اوف سبيتش. هاي شرح الازمنه شرحناها هسه. هنا ركزونا على هاي، هسه راح افهمكم عليها. اكسبليفاي هاي هسه سولفنا بيها ما في شيء. شنو هاي الجمله؟ ركزوا وياي حبايبنا وشبابنا الطيب. لا خلينا نفتح صفحه جديده. عندنا مشكله بيمن، ما نعرف بيمن مشكله استاذ، خلينا نرتب لكم اياها. تمام. المشكلة اللي هي do with does with did، هذا موضوع يصيح له to do. شنو؟ شو يصيح له؟ يصيح له to do. شنو يعني to do؟ يعني هذن do with does with did الأفعال المساعدة. هاي الأفعال المساعدة تجينا في حالة المثبت، حالة النفي، وحالة السؤال affirmative negative interrogative. المهم مثبت أسعد بوضح لكم. بالمثبت نخلي do أو does أو did ويجي وراها فعل مجرد. استاذ دقيقة دقيقة شوي، هنا ارتباكنا. أنا أقول لك وين الارتباك مالتك صار يا بعد شيبي. I العفو she plays tennis. الدكتور مالتك قال لك يا بعد قليبي انا اريدك تضيف لها to do في حالة الافيرماتيف المثبت، يعني تضيف هاي to do في حالة المثبت. ايه بعيني راح تصير الجملة she does لانها مفرد، خلناها قبل شوية play tennis. شنو وظيفة ال does هسه؟ معناها هي حقا تلعب التنس، جاي أكد موضوع معين، هي حقا تلعب التنس. ها زين مثال آخر they watch the game، راح تصير they do watch the game، هم حقا يشاهدون اللعبة. You played tennis راح تصير you did play tennis، انت حقا لعبت التنس. صدق والله انت كنت لاعب تنس مضبوط يعني صراحة. اها وبالنفي don't مفرد doesn't وجمع didn't وهم يجي وراها فعل مجرد، وانا حاط هنا الفعل المجرد بس ناسي ايه هذا المجرد. هم يجي وراها فعل مجرد. شلون يعني؟ يعني يا قليبي اذا الدكتور مالتك قال لك يا به she بين قوسين not speak
فراح تصير she doesn't speak. They not help راح تصير they don't help. أو يقول you worked there yesterday. حددنا الزمن yesterday راح تصير you didn't work. شوف المجرد the yesterday. طيب وبالسؤال، السؤال نخلي do وبالمفرد does وبالجمع بالماضي did زائدا فاعل ايه، والفعل هم الفعل يكون مجرد، واعتقد هاي قبل شوية اخذناها. هاي التفصيل، وهنا السؤال اللي سأله شنو وظيفة هاي الديد، وين رحتي؟ شنو وظيفة هاي الداز؟ ليش قال داز جو؟ هاي الداز تأتي في حالة المثبت للتأكيد، هي حقا ذهبت. فهنا الداز شي جوز لما حطينا لها does في حالة المفرد أو did في حالة الماضي، فهنا لازم الفعل يكون مجرد. وبالتوفيق للجميع.